خير نفيقوكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في صباحنا ويكاند على الكيف. نعم نطلع على طقسنا كيفاش باش يكون. الحمد لله الامطار اليوم في الشمال الشرقي للبلاد التونسيه، وخلينا نعطيكم اكثر المعطيات على حال الطقس. ميتيو حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فانو نهار الاحد 13 نوفمبر 2022 يبدا مضبب الطقس. الضباب هذايا نلقاوه كيما تو ثلاث ايام تقريبا، هذا رابع صباح وين الدنيا مضببه، وقت اللي نشوفوها كمع الفجريه في بعض المنخفضات. يلزمنا نسيسوا روحنا ونردوا بالنا مليح مليح اذا كان خارج بكري وعلى ساقيك بالخصوص في بعض الاماكن. محلاها هي لمحاله ساعات لمحاتك تكون سحريه في بعض الاماكن من الصباح، ما نسيسوا روحنا ونردوا بالنا خاصة في كرهبنا. طريق سليمة للجميع. من بعد فما سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وقرب السواحل الشرقية، كما توا حالا قاعدة تمطر في الحمامات في الوطن القبلي وأيضا جهة بنزرت وين نشوفوا في جهة غار الملح ورفرف بعض الأمطار حاليا. يا رب يزيد يرحمنا بالغيث النافع. درجات الحرارة في الوقت الحالي إذا كنا نشوفوها فإنه في العاصمة 15 درجة حاليا، في قليبيا 17 درجة، في الرفرف 15 درجة، في صفاقس نحكيه على 15 درجة حاليا، في المهدية 13، في قفصة 10 درجات، في قابس 12 درجة، في سليانة 9 درجات حاليا، ونحكيه على زغوين وين 11 درجة في الوقت الحالي. ودرجة الحرارة أقل من بارح لماكسيمال باش نشوفوها باش نلقاوها بالنسبة للقائلة نحكيه على 18 حتى 23 درجة في الشمال والمرتفعات، بين 22 و 26 درجة في بقية المناطق. وبالنسبة للريح ما فماشك الريح اللي قلق غزمان دايوغ من القطاع الغربي ضعيفة، فمعتدلة من 10 حتى 20 كيلومتر في الساعة. وإذا كانك على البحر يا سيدي نهار اليوم باش تلقاه متموج نهار لحد قدام البحر كويس تي يعمل كيف لما حالة بعد شوية مع ماضي ساعتين بتاع القائلة بعد الفطور. أما أكيد وقت اللي هكا توا عصباح بكري بشوية بشوية نحكيه على برانش نهار لحد وما أدراك. ناخذ وقتنا مع فطور الصباح ناخذ راحتنا اكيد بالقدي بالقدي صبحيه لحد معانا على الراديو ان اف ام في ويكند على الكي.